يا أيها المدثر قم فأنذر. شفت مما جاءت الآية دي تاني ما في داعي يقعد، مما نزلت الآية دي قم فأنذر، تاني القعدة والراحة والمويه الباردة وتخلي الدعوة بسببها والمكيفات وكذي، ما في كلام زي ده دار ما عند الله تعالى. آي قال رب العزة والجلال قال قم فأنذر، قعاد ورقات كثير ما بينفع والله. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز يعني الأصنام والرجز فهجر. وبعد ده قال له ولا تمنن تستكثر، بعد تعمل الكلام ده كله ولا تمنن تستكثر، ما تمن على الله سبحانه وتعالى ولا تمن، وإنما تنكسر لله وتتواضع لله سبحانه وتعالى. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يخالف أمر ربه سبحانه وتعالى. لما نزلت عليه هذه الآيات قام فصعد جبل الصفا، طلع الجبل والجماعة كانوا يعبدوا الأصنام، فقال لهم يا صباحة أو صباحة، فاجتمع عليه الناس، الناس اتلموا حتى الزول المادة رجي بيرسل الغلام بتاعه ولا يذهب، فانظر ماذا يريد محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عارفينه الصادق الأمين وما بيتكلم زي إلا بالصدق وبالخير. فاجتمع عليه الناس فقال لو قلت لكم إن جيشا خلف هذا الوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ يا ناس أنا مش فوق؟ قال لهم آي، وبيجاي أنا شايف الوادي آي، شايف ورا الوادي في شنو آي، وانتوا قاعدين بيجاي آي، لو قلت لكم في جيش بيجاي جاي عليكم بتصدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، انت ما بتكذب يعني بنصدقك. قال فإني نذير لكم، مش بتصدقوني آي، فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. والله قال لهم أنا جيتكم وجيتكم بدعوة استجبتوا، الله بيرحمكم وتفوزوا قدام، وفي الدنيا دي بتكونوا في عزة وفي راحة، ما استجبتوا أي في عذاب أليم بيجيكم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. مش كلمة جميلة جدا؟ لا إله إلا الله. طوال الجماعة كوركم، قالوا تب واحد أول شيء عمه عبد العزة وكنيته أبو عتبة ولقبه أبو لهب، وسمي بأبي لهب لجماله، كانت له جمة اللمة أو اللمة الشعر يكون في نص الأذان، والجمة تحت الأذان يصل المنكب، شعره طويل وعنده ضفائر، شعره طويل، وقال لك وشه كأنه في لهب فيه من الجمال، فلذلك كني ألقب بأبي لهب. فقال له أبو لهب، قال للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ قال لي عليك الله الأمينة، عشان تقول لنا نعبد الله براو وما نعبد الأصنام وما نعبد غير الله؟ والباقين طوالي تفرتقوا ومشوا، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. بعدين قالوا شنو؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. اختلاق يعني كذب وافتراء وشيء جديد، يعني قال له الدعوة اللي انت جيتنا بها دي دعوة جديدة علينا، مع إنها ما جديدة، قديمة جدا، الرسل قبله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل في مقدمة مختصر السيرة لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى
قال إبراهيم عليه السلام جاء بالتوحيد وهو يتكلم عن مقدمات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر آدم عليه السلام وذكر 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 لحد ما جاء شنو، لحد ما جاء في الكلام عن عمرو ابن لحي الخزاعي. قال إبراهيم عليه السلام جبل حنيفية بالتوحيد، والعرب كانوا على العقيدة الصحيحة، كانوا على التوحيد، لا بيعبدوا أصنام، لا بيعبدوا غير أصنام، لا بيعبدوا الشمس، لا بيعبدوا القمر، لا بيعبدوا النار، لا بيعبدوا الكواكب، لا بيعبدوا الملائكة، بيعبدوا الله براه سبحانه وتعالى. عمرو ابن لحي الخزاعي قال ده جا كان يفعل المعروف ويأتي بصدقات عظيمة، حتى قال القوم عنه إنه عالم وإنه من أولياء الله. شفت بعد بيقى بنتهم بأكلهم يصدق وبيعمل المعروف، الناس قالوا والله الزول ده ولي كبير والزول ده عالم. بعدين كان بيمشي التجارة بيمشي الشام، مشى الشام لقى الجماعة بيعبدوا أصنام في الشام، قال لهم خلاص يا جماعة ادوني صنم. وهنا العرب كانوا العرب وأهل الحجاز، هكذا ذكر صاحب مختصر السيرة، كانوا يعبدون الله تعالى وحده لا شريك له، وأهل الحجاز كانوا تبعا لقريش للعرب باعتبار أن هؤلاء لهم الحرم وهم يسوسون الحرم ويخدمونه بعدين ويخدمون الحجاج والناس يفيدون إليهم، فأهل الحجاز كانوا تبعا لهؤلاء. ده مشى الشام للتجارة، وريته كان اكتفى بالتجارة، مشى ينظر في الدين، حصلوا الناس الدين الناس بيكون ماشيين تمام، واحد بينظر لهم كل مرة يجيب لهم حاجة جديدة، والله الذي لا إله غيره، واحدين ينوموا يصحوا الصباح بطريقة جديدة، هو الوحي جاء من السماء ورى الناس طريق الجنة. ده ينوم يقول لك أنا جوني في المنام وقالوا لي تقول كذي 512 مرة، يا أخي البخاري نخليه ومسلم نخليه سنن أبي داود الترمذي ابن ماجه والإمام أحمد هو إلى آخره، وخلي الكتب ونمشي مبارك انت ننتظرك تنوم وتصحى، وإلى الله المشتكى مصائب ثقيلة جدا في البلد دي بيلعبوا، أنا ما دار أجيب اسمع ناس، ده أول واحد فتحة ريق الشغلة جاية لقدام إن شاء الله. بعدين الرجل ده مشى الشام بدل يكتفي بالتجارة مشى يفتش، لقى الجماعة بيعبدوا الأصنام، قال لهم يا جماعة ما تدون صنم، والناس كانوا هناك على ملة إبراهيم عليه السلام، وده اعتبروه زعيم واعتبروه عالم، اعتبروه على الزعامة والعلم وكذي، وهو لي مشى نظر لهم أدو صنم اسمه هوبل، اسمه هوبل، وهوبل يده مقطوعة، صنم ويده مكسورة. بعدين جابوا خدتوا في جوف الكعبة، جوا الكعبة، الجماعة قال له ده شنو فضيلة الشيخ أو العالم الشغلة دي شنو؟ قال لهم والله أهل الشام ديل طبعا ناس تجار وناس فاهمين وكذي، ونحن ما تراونا كذي، أنا شفت الناس اللي بيعبدوا الأصنام فجبت لكم منهم صنم، والله قلت كذي أي خلاص انت طالما العالم المفتي أي نحن ذات نعبد. عبدوا ناس قريش، بغادي ناس أهل الحجاز قالوا طالما قريش عبدوا الصنم ده معناه نحن نعبد شنو؟ الصنم. لذلك عبد من دون الله تعالى ويده مقطوعة، مشوا واحدين يتبرعوا جمعوا له قروش سووا له يد من ذهب، والله أنا إن قاعد الزمن ذا كان سرقتها يد كاملة بتاع الذهب سووا لي صنم، وعليك الله أنا أناديه يا هبل الحقنا أنا عندي يدين، وهو اللي بينادوه يده مقطوعة وأنا البنادي يدي اثنين عندي يدين، وإلى الله المشتكى وإلى الله تجتمع وعند الله تجتمع الخصوم. فظهر الشرك بالله سبحانه وتعالى بعد فترة، زي ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، بعد فترة الأصنام الخمسة
التي كانت على صورة أولياء في زمن نوح عليه السلام، في صورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، في صورة هؤلاء ذيل الأصنام دي كانت مدفونة، واحد في المنام ولا عن طريق شيطان، المهم قلعوا الأصنام الخمسة دي كلها في التفسير تلقى. في تفسير ابن كثير قال ابن عباس: ثم عاد العرب بعد ذلك عبدوا هذه الأصنام الخمسة وقسموا، قال ناس الطائف كذي وناس ديل عبدوا ذا وناس ديل كذي إلى آخره، وذكر التقسيمات. فعبدت الأصنام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة وإلى التوحيد. شكي زي ما ذكر الإخوة ديل، رب العزة والجلال قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله وراك خلقك لشنو؟ ما قالك ما خلقتك عشان تبني عمارة، دي بتنتهي أيام وبتنتهي، الأرض دي كلها بتدك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الأرض دي كلها بتتساوى بعدين قدام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. بعدين الناس انقسموا لقسمين، ناس قاموا بالغاية دي وناس ضيعوها. أصلوا في ناس ما عندهم شغلة بالعبادة مرة واحدة، ديل ناس دنيا وعايشين قائمين وقاعدين عشان الدنيا، وديل الواحد مما يجيوا الموت وشوف الملائكة نزلوا عشان يقبضوا روحه وينزعوا الروح من جسده، بعد ذاك الحقائق بتنكشف له، بتبقى الندامة ورجعوني وكان رجعتوني بعمل وإلى آخره. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فده قسم من الناس حصل شغال بعبادة ولا فاضل عبادة، يوم كله شغال مع حفلات بيجاي وغنى بيغادي وبنات يكضب علين بيجاي ويمشي يغش في السوق ويأكل حرام وبيجاي يضرب ده وشاكل ده وينبس ده ورق ده يدخله في ورق داك وملخبت الدنيا دي مجوبك كذي، بس همه يأكل ويشرب. وكما قال الله تعالى: والذين كفروا يأكلوا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ناس ما عندهم شغل وعندهم إلحاد ومصائب ثقيلة جدا، ديل خليهم بيجمع. في ناس ديل قالوا دارين يعبدوا، الدارين يعبدوا ذاته. واحدين عبدوا الملائكة، قال الملائكة ديل أقرب المخلوقات إلى الله تعالى، أي وما بعصوا الله، أي نحن نعبدهم. عبدوا الملائكة، رب العزة والجلال في القرآن قال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ناس عبدوا الملائكة، وناس عبدوا الشجر، عقيدتهم في الشجر. الشجر عينه ليه هذه تنبت ويزقوها مويه شويه شويه شويه، كبرت عبدها من دون الله تعالى. انت قال رب العزة والجلال لما قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. قال آيات دي اللات في بعض القراءات بتشديد التاء، رجل كان يلت السويق، والسويق للحجاج شعير وحاجات بلخبتين سوا، حاجات طعمة جدا وظريفة، قد يكون فيها عسل قد ما معروف، لكن فيها شعير وفيها أمور تانية بلما سوا، وإدى للحجاج. لما مات قالوا ده صالح، قاموا عملوا له صنم اللات. العزة شجرة، والشجرة دي فيها جنية ساكنة فيها،
بيجوا بيتكلموا مع الشجرة والجنية بتجاوب، قالوا معناه الشجرة دي نعبودة من دون الله تعالى. ومنات الثالثة الأخرى هناك في مختصر السيرة بعد ذكر هبل قال ومن أقدم المعبودات الباطلة اللي قال الآلهة الباطلة قال منات دي قديمة جدا برضو بيعبدوها صخرة من دون الله سبحانه وتعالى، حجارة، في ناس عبدوا الحجارة وناس عبدوا الشجر، في ناس نوريك انه الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، شوف العبد ذاته عبدوا منه اللي توجهوا للعبادة، في ناس عبدوا الجن والشياطين عديل كده والله الذي لا إله غيره. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، في سورة الجن ناس من كفار قريش من غير من الكفار الأوائل امشوا يخشوا الوادي، الوادي مخيف بالليل، يقولوا الوادي ده فيه جن، يقولوا نستعيذ بسيد هذا الوادي على سفهائه، يعني الوادي ده عنده جن والجن ذاته فيهم نصياد وفيهم واحدين صغار ساي سفه، فقالوا نحن بنستعيذ بسيد الجن سيد الوادي اللي هو من الجن من سفهائه، بيقول الجن بيخوفون زيادة ذاته، يعني تخيل تماشي الشارع الصبر في نص شجر ما في شيء، بعد شوية الجن هز لك الشجر وعمل لك حاجات، قال فزادوهم رهقا، دي بعض التفاسير وبعض المعاني، في ناس عبدوا الجن ويتعاملوا مع الجن والشياطين ودي اللياسي وباسم الدين، أي زول تلقاه بتاع طلاسم ويجيب لك أوراق يعمل لك فيها نجمة وقمرة وما بعرف، يقول لك ده خاتم سليمان عليه السلام، أعرف ده زول مجرم والله الذي لا إله غيره، لأن خاتم سليمان عليه السلام لو سلمنا جدلا هل سليمان عليه السلام كان عنده كان بيتعامل بالجن عن طريق السحر، ولا الله سخر له الجن وخاص به، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، وقال لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، وقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ده كفر بالله تعالى، المرأة تلقاها راجل دار يتزوج أقول لك نمشي لفلان اكتب لي الراجل، لا اكتبوا كيف يا مرأة، ده كفر بالله تعالى، كيف تمشي لدجال وداك ديك تتزوج 5 سنة ما في جنة، الله ابتلاء، بدل تسأل الله سبحانه وتعالى ولك نمشي لفلان يدينا جنة، في فلان بدي جنة، رب العزة والجلال يقول في القرآن أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، ويقول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ما أفزول بدي جنة ولا أفزول ده كله هوس وغش الناس وخدعون والله باسم الدين، ومرة زي دي بتورطك تمش ليزول تقول لا الدين جنة وعمل لنا وسوي لنا، دي بتورطك دي بتاعت شياطين والله الذي لا إله غيره، إذا تمش ليدجال أعمل لي كذي وسوي لي وفعل لي، ما عنده جنة، الله قال في القرآن قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء، عديل الله قال لك هل تخليتوني بالدارج بتاعنا تركتوني ومشيتوا للأولياء، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء، عليك الله شوف القرآن ده واضح كيف،
أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. تقول الجنة ده خلقوا الله وأدانا له الله، والجنة ده أدانا له شيخ فلان زول ما بيخجل أداك لك كيف، وشيخ فلان ذاته خلقوا الله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ والله يتحدى الكون كله. قل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، مش زول كامل، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الله قال لك غيري ضبانة ما بيقدر يخلقوها، وما كذي بس قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الضبانة تجي للفكي ذاته، الفكي بيأكل في الكسرة ولا المهيوبة بملاح حامض، بعدين يأكل فيه يجي ذاك، تجي الضبانة طائرة كرر تأكل من غير أي إذن في الحلة وفي الكورة وفي الصحن، تأكل بمزاج الضبانة وتمشي، ما يقدر يشيل أكله من ضبانة، يجيب لك الرائحة ويديك الجنة. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. والله أي زول امش ليفكي يقول الدين الجنة، ولا يعتر يقول يا فلان الحقني، ولا يقول غير الله بينفع وغير الله بضر، ولا يعلق حجاب، ده ما قدر الله حق قدره، وده عدو لله علم أو لم يعلم، يصلي لله وهو عدو لله تعالى. يا أخي في تفسير ابن كثير بسند حسن، ابن عمر رضي الله عنهما قال له رجل يا ابن عمر يقول الله تعالى في القرآن فاذكروني أذكركم، أرأيت الزاني وشارب الخمر والقاتل يذكر الله فهل يذكره الله؟ قال يذكر الله في الأرض فيذكره الله باللعنة. بتقرب لله الله والله بيلعنه، قال لك أفهم الكلام؟ ومش معناه أنه اللي بيشرب الخمر معناه شنو؟ كافر بالله تعالى، ولا لو ذكر الله الله ما بيقبل ذكره، لكن ده من باب الوعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر وشاربها إلى آخره. أفهم الكلام كويس؟ لكن انت في النهاية زول يصلي لله الله وهو بعيد من الله سبحانه وتعالى. انت قال الكفار ما كانوا بيصلوا، الله أثبت في القرآن أنهم كانوا بيصلوا لكن ما قبل صلاته، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، صلاة كلها صفير وتصفيق، زي شغلتنا داس زي الجماعة قائمين وقاعدين ماذا نجيب يسمون تل 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 وكصفر وكشلو كشلو، ما يهزات مكاء وتصدية، انت شغالة تل 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 وبلاوي ثقيلة جدا ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا ماذا رشتت لك الكلام، نرجع مرة تانية، في ناس عبدوا الجن عديل بيتعاملوا مع الشياطين وبيتعاملوا مع السحرة ويغشوك، والله يغشوك. الواحد يقول لك والله تعرف أنا نايم بالليل الساعة 12 ولا واحد صباحا بين نايم وصاحي شفت لك الشيخ جاء لابس أبيض منور جاء علي في البيت، قال لي يبشر الخير جايك ثقيل جدا طالما أنت بتعتقد فينا. أنت الصباح تقول له يا زول ما جاك، يقول لك جاني، تقول له ما جاك يقول لك والله جاني شفته بعيني. هو فعلا شاف، لكن شاف الشيخ ولا شاف شيطان؟ شاف شيطان، ما الشيطان بغشك، الشيطان ده ما بغش الزول، الشيطان جاء عديل للكفار قاعدين في دار الندوة قالوا ها محمد ده نعمل له شنو صلى الله عليه وسلم، واحدين قالوا أقتلوه، جاب الدعوة دي أقتلوه، واحدين قالوا والله لو قتلناه بتبقى مشكلة، واحدين تانين قالوا أمرقوه بر البلد، قالوا والله لو مرقناه بيبقى قوي وبيجي بينتصر علينا، واحدين قالوا أسجنوه، قالوا والله لو سجناه يمكن أهله يجي ومرقوه، هنعمل شنو؟ هذا في النهاية أبو جهل ولا واحد من الكفار قال جيبوا 40 شاب
من أي قبيلة جيبوا شاب ولا عشرة، بعدين أي واحد أدو سيف خلوه بعد يجي مارق النبي صلى الله عليه وسلم، بعد يخرج وشيلوا السيوف وضربت رجل واحد أضربوه بعد أن يخرج صلى الله عليه وسلم من بيتي. طوالي الشيطان جاء في صورة رجل وقال لهم والله ده الرأي ذاته، شفت رأي الكافر معانا ده، أي ده الرأي الصاح ذاته، وأيد الرأي ده، وفي النهاية حاولوا يعملوا ونجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فبجيك مرات في صورة رجل عادي، وجل الجماعة في المعركة في بدر جاء في صورة رجل اسمه سراقة بن مالك، وكاتل في الظاهر انه بكاتل معاهم. بعد شوية الملائكة لما نزلوا جرى طوالي، واحد قال له يا سراقة الى اين؟ قال اني ارى ما لا ترون. الله قال لهم الشغلة دي جابت لها ملائكة، ثاني انا ما بقيف. والله جاب الكلام ده في القرآن، واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. أوه قال لهم أنا ماشي جرى توالي. شكي ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان قال: وقد يأتي الشيطان أو الجان فيدخل في عصفور طائر، قال فيتكلم، الطيرة تتكلم الناس يعتقد فيها، قال ويأتي إلى القبر فيكون بالقرب منه، فيأتي الرجل الذي يعتقد في القبر وفي صاحب القبر فيتكلم مع القبر فيرد عليه الشيطان، فيظن الرجل أن صاحب القبر يتكلم معه. شيطان ده عنده مداخل ثقيلة جدا. قال وخرج ذات يوم عبد القادر الجيلاني، في واحدين مصلبطين في ساي بتاع الطريقة قالوا قادرية مصلبطين فيه، وما في طريقة اسمها قادرية نكون في الدين. بعدين قال عبد القادر ده ماشي في الطريق، كلام ده ذكره ابن تيمية في الفرقان، قال فرأى عرشا عظيما بين السماء والأرض، ورأى من فوق العرش نورا، فجاء صوت من النور فقال يا عبدي عبد القادر أحللت لك ما حرمت لعبادي. مش حرمت علينا زي حاجات انت حلال عليك. فقال اخسأ عدو الله فإنك شيطان. قال فتمزق العرش واختفى النور. ثم خاطبه فقال له يا عبد القادر كيف عرفتني، تعرفتني كيف شيطان؟ قال ما كان لله أن يرى في الدنيا، وما كان لله أن يحرم أشياء على أبي بكر وعمر ثم يحلها لعبد القادر. قال نجوت بفقهك، لقد أضللت بها خلقا كثيرا من خلق الله تعالى. والله قال لا الله نجاك، الله فهمك ونجاك، لكن ناس كتار ظهرت لهم وقالوا شفنا الله وإلى آخره وضلوا ضلوا. واحد يقول لك أنا بين صاحي ونايم كذي شفت لي واحد منور جاء علي، ده ما شيطان، انت ما جايب خبر كذا، قرأت الكرسي جوا النور تشوفه، تشوف أي شيء كلها لفوا دوران، خدعوا بها الناس، خدعوا بها رجالا ونساء كثيرين. ففي ناس بيعبدوا الشياطين بيتعاملوا بالسحر، والله الذي لا إله غيره سحر سحرة، ودلت مش لون أي زول يقول لك الرايحة في المنطقة الفلانية وحاجتك بتلقاها كذي وبتجيك وخدت الورقة دي في نص الحيطة في جحر وأعمل كذي وسوي كذي، أي دا عرفه دجال بتاع شياطين. أي زول يدعي أنه بيعرف الغيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ده كفر بالله، ما جايبين خبر، والله الذي لا إله غيره. رب العزة والجلال قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض
الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يقول لك يا أخونا الله ما وراه، الله قال لك ما بوريه، قال لك الغيب ده ما بوريه للناس، قال كده. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. عديل كده قال لك: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يقول لك يعني الجن ده بجنبه، ناس بيعبدوا الجن، في ناس بيعبدوا النار، ذي اللي يسمون المجوس، بيعبدوا النار يولعوها ويعبدوها. يعني لو جيت بجردل ولا فنطاس بتاع مويه طفيت لهم تحيرهم مره واحده، بيعبدوا النار. في ناس بيعبدوا البقر، قاعدين هسه في الهند اللي بيجيبوا الركشات دي، تقال بيصنعوا الركشات ديل هنديين ديل، ما في واحدين مسلمين وفي واحدين بتاع لخبطه بيعبدوا البقر. تخيل البقره تجي ماشيه في نص الشارع يدقوا فرامل طوالي يقيف، البقره تخش البوتيك توثق في البوتيك تبول، يقولوا خلاص فيه بركه بعد ده البوتيك ده. مصايب بيعبدوا بقر، ناس عجيبين مره واحده، نحن بناكل لحم وبناكله هم بيعبدوا بقره يعبدوها. الناس زي عليك الله فاهمين شيء ويصنعوا عربات، شوف عليك الله التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، ويصنعوا الركشات والعجله ديك زي ما شنو فونيكس يجيبوها لك، ودي شنو هنديه ودي هنديه والى اخره، نبك هندي ده ما صنعوا، ده صنعوا الله. لكن فديل بيعبدوا كذا حاجات زي دي. واحد في البلد في منطقه جنب البلد مشيت، قال لي والله مشيت الهند، قال لي مشيت لمهندس عنده عماره 20 طابق، مهندس قال طلعنا فوق، قال دخلنا محل طابق، قال عماره حقته، قال دخلنا طابق قال لقيت معبد، المعبد بتاعه قال لقيته بيعبد له في صنم بعد عمارته دي وبعد الهندسه اللي عنده الى اخره، يعبدوا في احجار وبوزه وشنو ما بعرف، ويعبدوا في بقر ديل بيجمع. واحدين بيعبدوا الرسل، في ناس من البشر بيعبدوا الرسل كما عبدوا عيسى عليه السلام، اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. واحدين بيعبدوا الأولياء، بيعبدوا البشر، عديل يا فلان الحقنا ويا فلان افزعنا وإلى آخره، وفلان من الشدايد وأنا بناديه تلقى يصلي في المسجد، أنا ما عارفهم بيصلوا كيف الناس. الواحد يقول في الصلاة الحمد لله رب العالمين، انت مش حمدت الله اي تاي تمشي لغيره ليه؟ وكيت الله رب للعالمين تاني تمشي لواحد من العالمين ليه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يا ما فاهمين الكلمات اللي بيقولوها دي، يا ما مؤمنين بها والله الذي لا اله غيره، يا جهلة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعد يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين، ما كلام عظيم. يعني يا الله نحن بنعبدك أنت، ويا الله نحن بنستعين بك أنت. يمرقوا من الجامع عتروا في الخور ينادوا غير الله، يا فلان الحقنا، أنت ما قلت لي الله بستعين بك في الصلاة يعني تستعين بغيره ليه؟ ليه تستعين بغيره؟ قالوا والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلا فليقل يا عباد الله أحبسوا. والحديث ده ضعيف أصلا، ما ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ثابت. كيف ما ثابت؟ في سنده رجل اسمه معروف ابن حسان، معروف ابن حسان، وقد تكلم العلماء فيه فقالوا، تكلموا فيه كابن أبي حاتم رحمه الله تعالى وجمع من العلماء، قالوا معروف غير معروف، يعني مجهول،
يعني هو اسمه معروف ابن حسان، لكن سيرته شنو؟ درس مع منو؟ وهل صادق ولا كذاب؟ وشيوخه منو؟ وتلاميذه منو؟ وساكن وين؟ ومن وين؟ إلى آخره، وبلده كذي، وهل ثقة ولا ما ثقة؟ قالوا دي ما ثابتة، ما معروف. والزول لما يكون مجهول ده انقطاع في السند، فيه جهالة، فيه انقطاع في السند، يا إما ما يذكر الراوي ولا الراوي يكون فيه جهالة، ده بعد ده السند ما كله متصل بالثقات. وده قسم من أقسام الحديث الضعيف الذي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية تانية للحديث: فإن لله ملائكة. الملائكة عباد لله ولا ما عباد لله؟ في رواية تانية: الملائكة عباد لله تعالى. والدليل على إنه الملائكة عباد لله، رب العزة والجلال قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. والملائكة بعضهم في الصحراء، بعضهم في الأرض، بعضهم بين السماء والأرض إلى آخره. والملائكة ممكن يقدروا يحبسوا شنو؟ الناقة. ما في دليل أصلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الشدائد نادوا الأولياء ونادوا الشيوخ، ما في أصلا. حتى الحديث ده في رواية تانية ملائكة، والرواية دي العامة دي ضعيفة، ما ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره. والقرآن بينقض الرواية دي، بينقض عديل، لأنه رب العزة والجلال، لأن رب العزة والجلال قال: ولا تدعو من دون الله، ما تنادي غيري، قال: ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الله قال لك ما تنادي غيري، وقال أي زول ينادي غير الله سبحانه وتعالى وتقوم عليه الحجة، أي ده قال لك بعد اسلم وينادي غير الله، أي ده ارتد عن الدين. والله من شكر رب العزة والجلال قال: قل أندعو، قل، شوف الآية دي واضحة كيف، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. وبتاعين الطرق ديل ما تشوفهم بيصلوا ورامين السبحة قدام وإلى آخره، بعد صلاة شلينا الفاتحة، أنت عندك فاتحة؟ والفاتحة لو جائزة جماعية، لو جائزة، هي ما جائزة، لو جائزة، أنت عندك فاتحة وأنت بتنادي في القوم، أنت عندك شنو؟ أنت عدو لله تعالى. والله لو سجدت حتى انكسرت جبهتك أنت عدو لله، ما دمت تعبد غير الله سبحانه وتعالى. عدو لله وما جايب خبر، عدو لله سبحانه وتعالى، لأنه بحاد أمر الله سبحانه وتعالى. الله بيقول لي كلام، بيقول لي لا يا الله. والله قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. شفت الزول اللي بيقولوا لي قال الله ويرد، ده بحاد أمر الله سبحانه وتعالى. ولو شال سبح لالوبة، شفت مين هنا؟ ليه جبال بني شنقول ما بتحلك، ما بتحلك. ولو لبست مرقع سويت، أنا ماذا رجيب زمزول ناس عيانين يا أخ، القرآن ما بثبتون النازل. والله زول تقول لي الآية ما بيشتغل بك، ده مسلم ولا أخو مسلم ولا لام فيهم الاثنين؟ زول مجرم تقول لي قال الله، ما بصدقك، ده تسوي له شنو يعني؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ تاني يصدق شنو ده ويؤمن بشنو تاني؟ تقول لي قال الله في القرآن: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. بيقول لك لا بينفع وبضر، هذا ما ضد الله، ما ضد عديل، ما عدو لله تعالى. ما لا ينفعنا ولا يضرنا، يقول لك بينفع وبضر، هكذا بس. أو تاني: ونرد على أعقابنا، نرتد تاني، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. زول يا أخي الله هذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاني يجي راجع ورا ينادي غير الله،
ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. شكى رب العزة والجلال قال ومن أضل ما أضل من الزول البناد غير الله ما أضل من الزول ألف الشدائد بيقول يا فلان الحقنا ويا فلان أفزعنا ما فضل منه ما تماما. وده القرآن لو ما بتقبل كلام الله أي تاني نسوي شنو نحن. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة تنادي من نفسه يا فلان الحقنا 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 ليوم القيامة قال لك ما بيستجيب لك. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هو غافل عنك وانت بتنادي فيه يا حي تلقى في بلد تاني تلقى حي هو في بلد تاني نزول تلقاه قاعد يتغدى ودي الكسرة ودي الشطة وكب الملاح قصر تلقاه قاعد يتغدى وده بيجاي عربيته دارة تنقلب ينادي فيه يا فلان الحقنا وده شغال بالشطة والكسرة والملاح فاضي ليك ده وقاعد يأكل والسلطة والعجور ولا تلقى مات الزول بعد يموت بيخلوه ساي ولا في ملائكة في سؤال مش في ملائكة وسؤال أي هو جوا مع الملائكة يسألوه من ربك وده بيجاي ينادي فيه يا فلان الحقنا وده فاضي ليك وده بيسألوا فيه جوا في قبره من ربك ما دينك من هذا الرجل الذي بعث فيكم وفاضي لك التين بره والله الذي لا إله غيره ناس ذات عجيبين مرة واحدة عليك الله زول السماء دي كلها ما أقنعته والأرض دي كلها ما أقنعته والجبال والأوتاد والإيه الرواسي والبحار وأنهار وكل يومين ثلاثة اسمع جاره ولدوا له ولد الولد ده جابوا لأمنه الله وذاك عملوا له عملية جراحية نجحت النجاح منه الله سبحانه وتعالى ذاك عمل حادث العربية اتقلبت 5 مرات وحية النجاح منه الله بعد ده كله يخلي الله ويمسك لفه ميت هسي ده فاهم شي ده فاهم شي يخدي مصائب ذاته عجيبة جدا وإلى الله المشتكى. واحد تلقاه يقول لك حياتنا وقعت شوفوا لينا بنا تقول لي يا خمش لفلان يقول لك والله فلان ده ما بينفعنا كيف والله الشله زول ده مشلول بقى مشلول وراكب له عجله ما بيقدر يبني يعني المشلول ما بيقدر يحل لك كربتك. طيب الميت ميت تب والمشلول كراعه بس ما بحل لك كربتك ميت عديل راقد وسألوا بالملكة يسألوا يحل الكربة كيف نادي بتفهم كيف والله والله المشتكى ويمشوا له مساوين ذات عاطلات ما بعرف نجم وين يمشن حل القبة يخطن قروش يدفننا ولا صندوق يرموا فيه قروش وفي ميت دار له قروش جواه ودار له غرفة برا ساوين له أوضة برا ليه صحابة ديل ما أفضل ناس وينقي باب كل بدع جابها في البلد دي والله الذي لا إله غيره بدع وهوس جابوه قبل فترة في قبة وقعت بدل الناس يعرفوا الحاصل وخلاص وكذي قال والله القبة دي صامدة لا 100 سنة أهاسي فترت ولا شنو بعد 100 سنة فترت ولا الرماة شنو يعني بدل يمشوا فيها يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى قبة حيطة يا أخي حيط زول ما قدر يمسكها وقعت فيه تل في قبره الله السماء دي جت ماسكة ما 100 سنة ولا 200 ولا 1000 سنة ولا 2000 ولا 3000 سنة ولا 1000000 سنة خلق السماء دي ما حصل يوم وقعت جزء منها السماء ماسكة منه الله ما عظيم ليه ما يمشوا له ليه ما يتوجهوا له سبحانه وتعالى عشان كذا أساء الظن والله لو زول راجل ولا مرقام بالليل نص الليل أو الثلث الأخير ختم صلايته يتوضع وجا صلى ركعتين لله سبحانه وتعالى في السجود
انكسر لالله وبكلوا ودعاه وسالوا ما بديه يا اخي بيستجب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان الثلث الاخير من الليل ينزل ربنا الى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فاعطيه؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من داع فاستجيب له؟ وذلك كل ليله، ما يوم في الاسبوع ولا يومين، كل ليله رب العزة والجلال الثلث الأخير أسأله يتوجه له، يكون قريب منك، يكتمش لفلان وعلان، ويوم القيامة يتفاجأ يتبرأ منك. وأي شيء زول ماسك له في شيخ ولا في غيره، بعدين يوم القيامة فكك، والله ما مصدق أقرأ القرآن. قال الله تعالى: فإذا جاءت الصاخة. يقول لك نحن ناسنا ذيل ممنا في الكون، لما يدخلون الجنة واصلوا ما منفق دريبون، ما بتفق دريبون اي امسك قوي تعرف بعدين، والله ما جرى منك. قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. زول بيجر من أمه، يقف للحوار بتاعه يا جماعة، أم عديلة لولدته بجر منها، أبوه بجر منه، ولده بجر منه، صاحبته زوجته بجر منها، يقف لك إنت يقول لك إنت كنت تابع لي في الدنيا، هاي راح وراي وكذي وساوي إزعاج هنا، الدقدق تل تل هناك ما في دقدقة، تسكت بس تسمع. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، إلا همسا. لذلك ديل عبدوا البشر، ادون اي شيء، شيخ بدي جنه، والشيخ بيجيب الرائحه، والشيخ في الشدائد ننده وناديه ونحلف فيه. وحات فلان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حديث ذكره الالباني رحمه الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. تقول وحات جناي اي وحات الزادة أي وحات البيناتنا أي وحات فلان أي ده شرك بالله تعالى. تحلف بالله بس سبحانه وتعالى، تعلق تميمة حجاب، والله الحجاب ده بتاع سكين، وده حجاب عقرب، وده بتاع رزق، وده بتاع محبة. والطفل يلدوه، الله خلقه كامل الطفل بيض نيه وكرعيه وكذي، يلبسوه كمون. يا ناس ده شنو الكمون ده؟ والله يقول لك يا أخي الكمون ده من العين وبيحفظ الجنة. اللي بيحفظ الجنة منه؟ رب العزة والجلال. قال في القرآن: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد في السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك. قال ابن عثيمين في القول المفيد شرح كتاب التوحيد، قال: وسميت التميمة تميمة لأنهم كانوا يعتقدون أن بها يتم دفع العين. ده سموها تميمة ليه؟ بيعتقدوا إنه دي بتدفع العين. ده قال لك شرك بالله تعالى. خلي عقيدتك في الله براو، عشان كده يشوف أي زول عقيدته في غير الله تلقاه بينضل بخاف من اي شيء، بخاف لو سفنجه مقلوبه يقول لك صلحها صلحها ما تقلبها علينا، لو جات كتاحه ساي تلقاه ملاوز، لو بالليل الباب كركب تلقاه خايف. ما عقدته في غير الله، ما عقدته في مخلوق، تلقاه يرجف. لو واحد ساي قال له اسمع شيخي بينفخك تلقاه يرجف اليوم كله، لا نفخني وبيجاي ولا بيجاي يا زول، ينفخ لك شنو واعمل لك شنو؟ ما في شيء والله الذي لا اله غيره. وديل كله ونحن في النهايه بدنا ناصحهم في الدنيا دي والله، وبعدين بيلقوا الكلام ده في الموت. شفت مين ما يجي الموت الملائكه تنزل بعد ده؟ اي زول بيعرف دربه وين، اي زول عقيدته في غير الله بيندم.
أي ذول بيعبد الله قام بالغاية التي من أجلها خلق، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بيفرح في الموت. شكرا رب العزة والجلال. قال الزول اللي عقيدته في غير الله في الموت بيموت سوء خاتمة، تلقى فرحان في الدنيا، نحن ما مقصرين ونحن تمام ونحن 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 ايه، انت عقيدتك في منو؟ والله في الفقرة. هشوف في الموت اللي بيحصل لك شنو. اقرأ سورة الأعراف، حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم في الموت، بعدين حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله وينون الكتب تنادون في الشدائد. في الموت النفس كتم والعين فتحت كبيرة جدا شخصت والعظام بقت صانة والجسم اتمدد والساق اتلفت مع الساق البعده والعروق اتشمطت والبطن هاجت والكرعين حرقن والركب والمفاصل بدت زي اللي فيها جمر والروح دار تمرق والنفس كتم والملائكة نزلوا أي أينما كنتم تدعون من دون الله وينون الكتب تعتقدوا فيهم. قالوا ضلوا عنا، ما في شيء، ضلوا عنا، ما بشوف، ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. والله بعدين لكن ما تنفعون. لكن تعال شوف الزول اللي بيعبد الله والموحد لله تعالى والشال الحجبات قطعه والتاب ندم ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وتضر عليه، يا الله اغفر لي، يا الله يتجاوز عني، يا الله اديني الجنة، يا الله ارزقني، أي شيء بتوجه لي الله، عقيدته في الله تمام في الدنيا دي، ماسك في الله إذا صح التعبير، عقيدته في الله تمام، موحد، جاو المرض يا الله تشفيني، ويعمل السبب بعد ذاك، بعدين دار جنة يا الله تديني جنة، بيسأل الله ماشي سما طوالي بس بيتوجه فوق فوق بس، لأنه أي شيء عند الله سبحانه وتعالى. ده لما نجي الموت ملائكة جوه هذيل نزلوا، ده الله بثبته بيشهد وبموت حزن. ومن الموت ده بكون فرحان، مما تجي الملائكة بيفرح، تعب الدنيا كله بروح، مش كان تعبان بيمشي صلاة الصبح في البرد يقوم يتوضى ويرجف في الشارع وبرضه يمشي الصلاة أي محافظ على الصلوات تمام أي المرأة خلت التبرج أي خلوا المسلسلات أي تعبانين في الدنيا أي ويقروا في القرآن ويسبحوا ويستغفروا أي جاء الموت أي عقيدتهم في الله تمام من تمام ده طوالي بيرتاح من الموت بيكون سعيد جدا. الله قال كذا في القرآن، قال تعالى إن الذين قالوا ربنا براه بس ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله أصلح الباطن والظاهر، ثم استقاموا ففعلوا الواجب والمستحب وتركوا الحرام والمكروه واجتهدوا في طاعة ربهم، استقاموا على شرعه بعد أن وحدوه سبحانه وتعالى. وهذا من الاستقامة، تتنزل عليهم الملائكة، بعدين لما تنزل الملائكة آي بتبشرهم بثلاث بشارات، ألا تخافوا، مش في قبر قدام آي، انتوا ما تخافوا، مش كنتم موحدين آي مستقيمين آي، ما تخاف ليه؟ لأن القبر من ربك، انت كنت موحد بتقول الله خلاص نجحت، ما دينك، انت كنت مستقيم بتقول ديني الإسلام، من هذا الرجل الذي بعث فيكم، انت كنت متبعه بتقول هو محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علمك، قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، لأن كنت متبع الكتاب والسنة ومتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، تقدر تجاوب قبر ما تخاف، القيامة بعدين لا يحزنهم الفزع الأكبر، الله بعدين بيأمنك هناك. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والصراط تطلع فوق الصراط تحت جهنم، وفوق الصراط الله بنجيك بتمشي هناك،
والله هناك تمش تنجو. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ألا تخافوا مما يستقبلكم، واحد. اثنين، ولا تحزنوا أي على ما خلفتم من الأموال والأولاد. هكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى. الأولاد ما تخاف، الله زي ما حفظك في الدنيا وإنت أولادك دير ربيتهم على الدين أي والاستقامة أي، وما علقت لهم حجبات ولا عقيدتهم في غير الله أي، الله بيحفظهم لك، الله بيحفظهم. ألا تخافوا ولا تحزنوا، ثلاثة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تاني الزول دايرك تبين كدش قدام آمن، ورا الأولاد تمام، هناك الجنة. تاني في فوز أكتر من كذي يا ناس، في حسن خاتمة أكتر من كذي. لذلك تتوحد الله وتستقيم على دين الله تعالى وتجتهد في طاعة ربك. وآخر وصية، خلي الطرق دي كلها والجماعات والأحزاب يعني ذاته ما تبقى معانا، أبقى كتاب وسنة وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما تبقى في أي جماعة. إياك تبايع لك طريقة ولا شيخ طريقة ولا شيخ حزب ولا زعيم حزب ولا غيره، بايعتك وليا لي في الدنيا والآخرة. كذاب بيخليك بعدين قدام ساي، والله وليا لي في الدنيا ولا كيف وليا لك في الدنيا والآخرة. والله يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ويتلملموا 6 7 10 بعد الجمعة، يخطوا لهم حاجة بيضاء قدام وكورة فيها موية وشغالين، قال عندهم ذكر معين، قالوا الرسول بيجون هنا في الحضرة. معقول النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يجي لي صالحة ويجي لي فلان وفلان وإلان، وكت يجيك خاتي لموية حارة في كورة، تما تجيب لك حاجة زي الناس، خاتي لك كورة، قال دي الحضرة والنبي صلى الله عليه وسلم بيجينا. وطيب ها انت هنا دي ناسك التابعين للطريقة الساكنين في مبدة برضو بجيون ولا ما بجيون؟ لو قلت بجيون كيف يجيك هنا ويجي لديلك؟ وهو ناسك في باكستان والفي المغرب والفي الجزائر العصر يوم الجمعة امش لياتون وخلياتون كذا، ده ما سؤال. لو قلت ما بيجي لديلك معناه ديلك تعبانين ساي ولا كيف؟ ويجيك انت وما يجي لديلك ليه؟ والناس اللي في المدينة الجنب القبر قالوا له السلام عليك يا رسول الله، الوقت داك بيكون في القبر ولا جاء في الحضرة؟ يعني ده نعرف برضو، ده ما سؤال، بيكون هناك ولا هنا؟ دي ما سيلة دار أجوبة. كلها هوس طرق منحرفة والله الذي لا إله غيره، كلها طرق غلب درب النبي صلى الله عليه وسلم، عملوا لهم طرق براهم طريق الجبال الرسول عليه الصلاة والسلام ما له، خلينا ليه أي واحد قال بشغله ده ساوي له طريقة بيجاي، وده ساوي له لالوبة بيغادي، وده ساوي له علم بيجاي، وده زلابية، وده غلبته الشغلة، وده بيجاي كذي، كلها مصائب وبلاوي. ورب العزة والجلال قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فردا بتمش لي الله براك، لا مش معك شيخ لا والد لا ولد. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أمشوا لي الله عديل وفروا إلى الله واجتهدوا في طاعة الله واستقيموا على شرع الله واتركوا هذه الجماعات والأحزاب والطرق حتى تلقوا ربكم وهو راض عنكم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى. يعني نشكر أخانا محمد الطيب على هذه الفرصة الطيبة وعلى هذا الاجتهاد الذي قام به، نحسبه والله حسيبه. ونشكر
جميع الحضور، ونشكر أيضا الذين يستمعون من البعد، وإن كان في كلامنا نوع إزعاج عن نسبة للوقت والصوت فنعتذر إليهم، ويعلم الله تعالى أننا نريد لهم الخير، وأتينا من باب التذكير ومن باب دعوة الناس ونيل الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وإن شاء الله المحاضرات دي بتستمر، كل فترة بنجي نذكر الناس بشيء من دين الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.